عندي سؤال يا شيخ على جماعة التبليغ يعني وحركتهم في المجتمع. وش من جماعة التبليغ؟ هذا اللي يطلق عليهم الإخوان يا شيخ. وش من الإخوان؟ هذا يا شيخ والله ما أدري شو أشرح لك، لكن إني أشرح لي عشان أجيب عليك. هذا يا شيخ يعني عندهم مثل الخروج، يمشون بين الناس يعني يدعون لله، وعندهم حاجة يعني مثل سنة رسول الله. سنة رسول الله، بس يا شيخ مثل عندهم الخروج يعني مثل في الشهر 3 أيام يطلعون مثل المدينة الثانية، يجتمعون مع ناس يعني زي ما تقول مثلهم يحيون سنن يا شيخ. فعارض عليهم ناس يقول هذه بدعة، منين جبتوا نظرية الخروج هذا؟ هذه ما وردت عن الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كما يعني يقول هذه بدعة، كيف أنت يعني جبتوها من عندك؟ نعم. وفي ناس يعني مؤيدين لهم وناس معارضين، وهذا يا شيخ يعني ما هم موجودين في منطقة واحدة. قلوا ناس متوقفين عشان تقول وناس طرفان وسط. اي شيخ. وهم يعني في كل منطقة ونشطين يا شيخ، ويمكن اللي التزم على يدينهم ناس كثيرين يا شيخ. نعم. ومثل عندهم يا شيخ مثل العصر يعني يجتمعون ويشكلون مجموعات، أنت مجموعة زيارة للمنطقة الفلانية إيه، وأنت عندكم مجموعة زيارة للمنطقة الفلانية، ترتيب يعني. ترتيب يا شيخ. نعم. ويروحون يعني يزورون. أما المشي لدعوة الناس فهذا نبيك صلى الله عليه وسلم كان في أيام موسم الحج يدور على الناس في منازلهم ويدعوهم. هذه واحدة. وهاجر إلى المدينة للدعوة، لأن مكة كما هو معروف آذاه أهلها ومنعوه من الدعوة، فأمر بالهجرة إلى المدينة لتتم الدعوة. إذن هذه ما فيها شيء. اصبر يا رجال، ناخذ شوي شوي، انت اعطيتنا اياها شوي شوي. هذه السير في الدعوة. واما ترتيبها ب3 أيام او ب40 يوم او ب6 أشهر او ما اشبه ذلك، فهم يقولون نحن لا نقول ان هذه سنة، نقول هذه ترتيب وسيلة لاستقامة الدعوة، والوسائل ما لها حصر. ألسنا الآن نخطب بالميكروفون؟ عجب. طيب هل الرسول خطب بالميكروفون؟ ما هو موجود، ما هو موجود الميكروفون أصلا، لكن ما قال لا تخطبوا بوسيلة. وإذا كان الرسول لا يعلم أنه سيكون ميكروفون فالرب عز وجل يعلم. فالوسائل وسائل العبادات ليست مقصودة لذاتها، إنما هي لغيرها. فهم يقولون نحن نقول أخرج 3 أيام من أجل أن يبتعد عن الدنيا ولذاتها، ونريد أن نركز على أن نشغل وقته بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. وأما ترتيب اتجاه كل يذهب إلى جهة فهذا أيضا لا بأس به، لأن كونهم يجتمعون كلهم في جهة واحدة أو كونهم يتفرقون أيهما أولى؟ عجيب يا جماعة، كونهم يتفرقون أولى لأنه أوسع انتشارا، ولأنهم إذا اجتمعوا جميعا وهم مثلا 40 رجلا أو 50 رجلا لن يتكلم إلا واحد أو 2 أو 5، فتوزيعهم على الجهات ما ليس فيه بأس. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحد إلى اليمن وأحد إلى جهات أخرى لدعوة الناس، فهمت؟ إذا ما فيها بأس. إذا رجعنا إلى التأثير فاعتقادي أنه لم يؤثر أحد من أي جهة أو من أي حزب أو من أي طائفة مثل تأثيره. لهم تأثير عجيب. كم من ضال اهتدى على أيديه، وكم من فاسق اعتدل، بل كم من كافر أسلم. إنه يقال إنهم تهبط الطائرة في مطار موسكو بلد الإلحاد، ثم يؤذن المؤذن ويقيمون الصلاة جماعة أمام الناس. من يقدر على هذا؟
ويحجب الله عنهم السوء، فهم لهم تأثير ولا شك في تأثيرهم. وهناك قصص عجيبة أخبرنا عنها. حدثني من أثق به، وتوثيق الثقة مقبول عند علماء الحديث. يقول إن رجلا كان له ابن أخت من أفسق عباد الله وأقبحهم منظرا، سكر وبلاوي وعدم صلاة، وإذا رأيت وجهه كرهته. فغاب يوم من الأيام مدة شهر، نصف شهر أو أقل أو أكثر، المهم مدة. يقول فقلنا فيما بيننا لعل الله سلط عليه أحدا من الأجانب دعسه وتركه. شوف إلى الحد. يقول فبينما نحن كذلك إذا بالرجل يقرع الباب بعد الظهر. نقول هذا وكنت، يقول خاله، وكنت في مكتبتي. فقلت في نفسي من هذا الغشيم الذي يأتي بعد الظهر، الناس ما بين قائل ومتغدي، وش هذا؟ ادخل. قلت له ادخل، وإذا الباب مغلق فلم يستطع أن يدخل، فجعل يقرأ الباب وأقول ادخل، فيقول الباب مغلق. يقول فقمت فتحت الباب، وإذا هذا الرجل النجر الوجه الملتحي الذي أحب، يعني أحببته. قلت وش أنت؟ وليش تجي يا أخي أهل الوقت هذا؟ ولو جيت وقت مناسب نجلس نحن وإياك. قال أنا ابن أختك، أنا ابن أختك فلان ابن فلان. فقلت له كذبت، كذبت، ابن أختي حليق ما في وجهه مكفهر ما تحب العين أن تراه، من تدهو؟ فأنكرت. فقال لي بل أنا ابن أختك، وإذا شئت أن أعد عليك بيتك الآن حجرة حجرة، عددت عليك. إذا دخلت رحت من اليمين للحجرة الفلانية، ومن اليسار للحجرة الفلانية، ومن الأمام للمكان الفلاني. والله هذا. فقلت أنت هو؟ قال نعم. قلت ادخل. وش اللي قلبك من هاك الحال إلى هالحال؟ والرجل هذا الخال فيه يعني شيء من العنف. وش اللي جلبك من هالحال إلى هالحال؟ فقال إنه أتاني الإخوان وأمسكوني برفق وقالوا إلى المسجد. فقلت ما أنا والمسجد، ما عمري طبيته. قال لي ولا كنت ما عمري طبيته، الله غفور رحيم. هي مش معنى. يقول فلما دنونا من المسجد قالوا لي ادخل الحمام واغتسل، اغتسل ما دمت على حالك الأولى أنت كافر، والكافر إذا أسلم لا بد يغتسل، يطهر ظاهره وباطنه. يقول فاغتسلت، ويقول ألان الله قلبي لهم ولا كان. يقول دخلت المسجد وصليت، وهم جعلوا يدعون لي بالثبات، رافعين أيديهم يبتهلون إلى الله، وقالوا اخرج معنا. فوالله يا خالد ما ذقت لذة الدنيا إلا بهذا، وكأني بعثت الآن، والحمد لله الذي هدانا لها. شوف هذا يعني كيف التأثير. وهنا قضايا أخرى. نعم القوم، لأجل أن نقول الحق الذي بيننا وبين الله، القوم عندهم جهل عظيم، أكثرهم جاهل مرة، ولذلك لا يحبون النقاش في العلم ولا الكلام فيه، عندهم هذا المسلك نمشي عليه، تسبيح وتكبير وتهليل وقرآن وصلاة ودعوة للخير. لكن نقاش أو خلاف فقهي بل وعقدي أيضا ما يتكلمون فيه.
هذا وجه النقص فيها. لو أن طلبة العلم الذين يشار إليه صحبوهم ودرسوهم وعلموهم ما يجب في العقائد لكان فيهم خير كثير، لكن هم من هذا الباب صار فيه نقص، وصار بعض المشايخ ينتقدهم من هذا الباب انتقادا مطلقا بدون أن ينظر إلى محاسنهم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولو أننا عاملنا هؤلاء بالعدل وقلنا أنتم جزاكم الله خيرا، نيتكم طيبة، قلوبكم طيبة، أخلاق، إيثار إلى غير ذلك من المحاسن، ونشكركم على هذا، لكن نريد أن نتكلم معكم في العقيدة وفي الأقوال الراجحة أن قال الفقهاء في المسائل العملية، نعم، فانتدبوا لنا الكبار منكم حتى نعلمهم. لو حصل هذا حصل خير كثير، لكن مع الأسف أن بعض الناس ينفر منهم تنفيرا بالغا. فنسأل الله أن يجمع كلمة الجميع على الحق.